انا والله العظيم ما زعلانه على حاجه، انا مش زعلانه بس غير على الفستان، التصميمات اللي انا تعبت فيها وحطيت فيها ساعات كتير قوي، تعب شغل كتير قوي. واللي خلاكي تعملي الفستان ده خليكي تعملي اللي احسن منه. وانا متاكده ان الفستان اللي هتعمليه يبقى احلى منه مليون مره، وبين مسابقات في منها كتير قوي. لا يا نسرين، انا هخش المسابقه دي. ايوه بس الوقت مش في صالحنا. والله العظيم لو فاضل ساعه واحده بس انا هخشها. هي عملت كده عشان تكسب المسابقه دي وانا اطلع منها، وده اسلوب رخيص وانا مش هسمح لها. انا مش هخليها تعمل اللي هي عايزاه. برافو عليكي دليل. شوفي انت محتاجه ايه واحده معاكي. دليل ده بقول لك ايه، احنا ممكن نبعت باريس نجيب فستان من ارقى بيوت الازياء ونخلص من الحكايه دي. جدو انا برضو بتاعت كده يا مروان. بهرك فكيها بقى، بضحك معاكي، صدقيني هتعملي احسن منه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.